اهلا بيكم معانا في قناة اكلة تريندي. النهاردة هنعمل لكم سباكيتي مع كرات اللحم. هنحتاج كيلو الا ربع لحمة مفرومة، هنحتاج بقسماط حوالي نص كوباية، هنحتاج بيضة وكمان كوباية زيت زيتون، وكوباية بصل مفروم، وربع كوباية ثوم متقطع شرايح، وأربع معالق ملح، ومعلقتين فلفل، ونص كيلو سباكيتي، ونص كوباية جبنة موزاريلا أو جبنة بارميزان، واتنين كوباية صلصة مع عصير طماطم. أول حاجة هنحط طاسة على النار ونحط فيها الزيت، وبعدين نبدأ نضيف البصل المفروم، ونقلب لحد ما يبدأ يصفر، نضيف عليه الثوم ونقلب، ونضيف اللحمة المفرومة حوالي نص كيلو، ونقلبها، ونضيف الملح والفلفل، ونقلب، وكده هيبقى العصاب جاهز بعد إضافة عصير الطماطم مع الصلصة وشوية مية. نسيبها تغلي غلوتين وكده هيبقى تمام. زي ما انتوا شايفين شكله بيبقى كده. هنشيله من على النار ونحط حلة ونضيف مية مغلية عشان نسلق الاسباجيتي. نحط شوية ملح حوالي معلقتين، والاسباجيتي كده جاهزة. نضيف عليها الخلطة اللي احنا عملناها بتاعت اللحمة المفرومة، ونقلبها مع الزيت. ممكن لو عايزة تضيفي زبدة حسب اختيارك، ونقلب، ما بتاخدش وقت خالص على النار. زي ما انتوا شايفين أكلة سهلة ولذيذة وبتتحضر بسرعة قوي، وأي حد ممكن يعملها. هنشيلها من على النار ونبدأ نحضر كرات اللحم، الخلطة بتاعتها، البصل المفروم مع البقسماط مع الملح، معلقتين مع الفلفل، معلقتين، وبعدين البيضة، وهنضيف اللحمة، بقية اللحمة اللي عندنا، ونقلب لحد اللحمة ما نحس ان هي متماسكة مع بعضها. هنعملها كور وحجمها حسب ما انت عاوزة. انا هنا عاملاها شوية حجم وسط، ممكن تعمليها اصغر زي ما انتوا شايفين. طريقتها سهلة خالص. هنحط الطاسة على النار ونحط زيت للقلي. الكرات دي مش بتاخد وقت على النار،
يا دوبك انا عاوزاها يتغير لونها من كل جهة، يعني مش لازم تستوي سوا كامل، عشان بعد كده احنا هنضيف الصوص عليها ونكمل سواها. زي ما انتوا شايفين هنبدأ نقلبها، زي ما انتوا شايفين بتحمر بسرعة ما بتاخدش وقت، يا دوبك دقيقتين. دي أكلة سهلة ممكن أي حد بادئ يطبخ يبدأ بحاجة سهلة زي كده، وانتوا شايفين خطوة بخطوة قدامكم. خلاص هي تقريبا كده كلها احمرت، هنرفعها من على النار ونطلعها على مناديل مرة. هنحط شوية من الصلصة اللي احنا عاملينها مع اللحمة، وهنضيف فيها الكرات اللي احنا لسه محمرينها، كرات اللحمة نحطها كلها، ونضيف شوية مية، ياريت تكون مية مغلية عشان الكرات تبدأ تستوي سوا كامل. هنقلبها متاخدش وقت خالص. هنقدمها قدامكم اهي الاسباجيتي جاهزة مع الجبنة البارميزان الرشة الخفيفة وكرات اللحم. وبالهنا والشفا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم في أكلة جديدة، مع السلامة.